السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما السبب الذي يجعل شركة أديداس تضع قميص المنتخب الجزائري على صفحتها؟ طب ما موضوع أيضا موضوع رسمي، وهو قناة فرنسية تضع أيضا قميص المنتخب الجزائري. طبعا المصادر الرسمية موجود معي في هذه الفيديو. أتمنى من أخواني أخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة حتى أصلكم كل ما هو جديد، إن شاء الله يا رب تتأهل الجزائر. لا تنسون وضع اللايك والاشتراك. قميص المنتخب الوطني الجزائري موضوع رسمي من طرف قناة فرنسية، ربما تأهلنا لكأس العالم. كانت حطة من 3 أيام مدة ساعة، وبعد كده قامت بحذفه. طبعا اليوم محطوط رسمي. هي موقع هي زي ما أنتم شايفين هذا الموقع. هذا الموقع الأولاني. طبعا هذه الردود. طيب. هذا الموقع الأولاني يا أخواني وأخواتي. هذا هو الموقع الأولاني. هيا بنا الموقع الثاني. هذا الموقع الثاني أخواتي. كما ترون. احنا بنجيب الشيء الاخبار من اي مكان، كل مصادر رسميه. هذا زي ما انتم شايفين هذا الموقع الثاني. لا تقول الجزائر تأهلت يا رب. كما ترون هاي شوف التاريخ 31. تمام اخواني اخواتي. يا رب كن خير يا رب يا كريم. كما ترون أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. نرجع لموضوعنا. هيو نتمنى تأهل الجزائر يا الله يا كريم، ونحن مع الجزائر دائما. طبعا أخوان أخواتي هذه كانت من 3 أيام على قناة فرنسية وتكلمت في هذا الموضوع وعلى صفحتها. ربما يكون الجزائر تأهلت، ومن عندهم معلومات نتمنى من الله تعالى. ربما جاءهم الخبر أن الجزائر تأهلت يا الله، لأن المنشور السابق كان يقول هذا هو قميصها المحتمل الذي كان المنتخب الجزائري سيلعب به كأس العالم. أما الآن موضوع بطريقة رسمية وغريبة. شركة أديداس تضع قميص المنتخب الوطني الجزائري لكأس العالم 2022. ربما أتتها معلومات من فيفا بدون النجمتين الإفريقيتين، لأن الجزائر لم تحرز كأس العالم لتضع فيها نجمة. مع العلم أن شركة أديداس انتهت المهلة لها في الجزائر ولم تجدد عقدها. دائما كما قيل الجزائر أقصيت من كأس العالم، لم تجدد هذا العقد. ولكن ما الذي يجعلها تضع هذا القميص؟ ربما شركة أديداس تضع ملابس الفريق الوطني الجزائري. ربما يا رب إنه في معلومات